وزير التموين يؤكد توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة وأسعار مدعمة بالمجمعات الاستهلاكية خلال شهر رمضان. صندوق النقد يطالب الجزائر بالتقشف ومراجعة سياستها المالية، والميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 1,730,000,000 دولار في الثلث الأول. بكين وإسلام أباد تدشنان مشروعات في باكستان بقيمة 46 مليار دولار، تهدف لإيجاد ممر اقتصادي يربط بكين بالشرق الأوسط. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع نشرة اقتصادية تفصيلية تأتيكم من قناة النيل الأخبار. وفيها أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بكميات كبيرة وأسعار مدعمة خلال شهر رمضان المعظم من خلال المنافذ التابعة لشركات وزارة التموين، كما سيتم طرح لحوم بأسعار مخفضة من خلال منافذ القطاع الخاص. وأوضح وزير التموين أن معظم السلع التي ستطرحها الشركات القابضة للصناعات الغذائية هدفها اجتماعي لمواجهة غلاء الأسعار. من جهة أخرى قال حنفي إن منظومتي السلع التموينية والخبز ساهمتا بشكل كبير في تحويل جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، مشيرا إلى أن نحو 37 مليار جنيه تم تداولها داخل القطاع المصرفي من خلال المنظومتين. أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ الشهر الماضي أعطى للعالم التصور الكامل عن الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة به. جاء ذلك خلال كلمة حنفي أمام مؤتمر المال والتموين GTM الذي عقد اليوم تحت شعار معا نبني على نجاح مؤتمر مصر التنمية. بعد النجاح الساحق والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الاقتصادي، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية في كلمته أمام مؤتمر المال والتمويل أن المؤتمر الاقتصادي نجح في جذب العديد من الشركات الاستثمارية من مختلف أنحاء العالم. المؤتمر حقق نجاحه في أنه هو يغير الصورة الذهنية لدى المستثمر المحتمل لمصر، ويقول أن في فرص طيبة وفي مجالات طيبة. علينا شغل كتير لازم نعمله علشان يأتي المستثمرين ويبدأوا يشتغلوا. احنا لازم نشتغل بقوة، القطاع الخاص لازم يشتغل بقوة والحكومة. مؤتمر المال والتمويل الذي حمل شعار معا نبني على نجاح مؤتمر مصر التنمية وبمشاركة نحو 800 من رجال الأعمال والمستثمرين لقراءة وتحليل نتائج المؤتمر الاقتصادي، أكد على ضرورة تضافر الجهود كافة وتحقيق التواصل بين القطاعين العام والخاص. لازم يكون في حوار ما بين الحكومة وما بين القطاع الخاص لترجمة الأفكار والرؤية والاستثمارات اللي احنا شفناها في شرم الشيخ إلى واقع على الأرض، والواقع دوت مش هيحصل من غير القطاع الخاص. القطاع الخاص من أهم أركان الاقتصاد المصري، آرائهم مهمة جدا وهم اللي بيفعلوا الاستثمارات دي على الأرض. دي مسجز كلها للمستثمر الخارجي اما يجي السنة الجاية في المؤتمر ونقول ان احنا من السنة اللي فاتت للسنة دي عملنا 1 2 3 4 انجزنا كده، في حاجات ما انجزناهاش ونبقى واضحين. الترانسبيرنسي دي مهمة جدا، حضرتك الشفافية دي في غاية الأهمية. المؤتمر الاقتصادي وضع مصر على قاطرة التنمية التي تسعى إليها الحكومة عن طريق الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات. أصداء المؤتمر الاقتصادي الناجح ورسالة مصر للعالم بالاستقرار والأمانة باتت تؤتي ثمارها من خلال توافد المستثمرين ورجال الأعمال على اتخاذ مواقع تنموية في صرح الاقتصاد المصري النهض. من مقر انعقاد المؤتمر أمل صبري، النيل. اتفقت مصر والسودان على الإسراع في تنفيذ مشروعي اللحوم الاستراتيجي والاستزراع السمكي. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات وزراء الزراعة والموارد المائية لمصر والسودان في الخرطوم. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اجتماعا مشتركا لوزراء الزراعة والري في البلدين، وتركزت المباحثات التي عقدت على مدى جلستين تركزت على تعزيز التكامل الزراعي بين البلدين. خدنا 3 مجالات أو 4، مجال البحوث، خدنا مجال إعادة هيكلة الشركة بما تخدم مصالح البلدين والشعبين،
خدنا مجال الري في عمل حصاد مائي في منطقة الدمازين ومنطقة القاش. وسيشرع الجانبان المصري والسوداني في تكوين آلية متابعة وتنفيذ لنتائج جهاز الاجتماع الذي يركز على تحقيق الأمن الغذائي للبلدين بكل جوانبه. تم تحديد أولويات هذا البرنامج في برامج الانتاج الحيواني، برامج انتاج الحبوب للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وبرنامج انتاج الحبوب الزيتية. ولضمان ري مستدام لهذه المشروعات اتفق الجانبان المصري والسوداني كذلك على إطلاق مشروع مشترك لحصاد مياه الأمطار في مجال التعاون المائي في حصاد الأمطار حتى تكون نواة لري المساحات اللي إن شاء الله التي تم الاتفاق على زراعتها من خلال حصاد الأمطار، حتى نطمئن لوجود مياه بشكل دائم طوال العام في الوقت الذي يعني تنقطع فيه الأمطار يكون عندنا رصيد من هذه المياه، ودي أعتقد من أهم مقومات نجاح هذا المشروع. وتدير وزارتا الزراعة في مصر والسودان شركة التكامل الزراعي في ولاية النيل الأزرق السودانية، والتي تقوم حاليا بزراعة مشروع تبلغ مساحته 90,000 فدان. وفي مايو المقبل سيقوم الجانبان خلال اجتماع يعقد في القاهرة بإعادة هيكلة هذه الشركة لتوسيع نطاق عملها. يعكس انعقاد هذا الاجتماع المشترك لوزراء الري والزراعة في مصر والسودان استمرار جهود البلدين في التنسيق والتعاون لضمان تحقيق أمنهما المائي والغذائي. خالد هاشم، النيل، الخرطوم. تطلق البورصة المصرية الخميس المقبل أول نظام إلكتروني للإفصاح المباشر للشركات في خطوة تستهدف رفع كفاءة السوق المصرية وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية. من جانبه أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة أن النظام الجديد سيسمح للشركات المقيدة بإدراج تقاريرها الإفصاحية مباشرة على شاشات التداول للمستثمرين، مما يقلل من الزمن والمجهود اللازم للشركات للإفصاح عن أخبارها الجوهرية. وعلى صعيد التداولات، تراجعت المؤشرات الرئيسية قبيل ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة أكثر من نصف مليار جنيه. اعتمد مؤتمر العمل العربي في دورته 42 المنعقدة حاليا بالكويت فوز السيد فايز علي المطيري رئيس اتحاد عمال الكويت بالتزكية بمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربي للفترة من 2015 إلى 2019. وتعهد المدير العام الجديد للمنظمة بالعمل بكل جد وإخلاص وقوة لاستكمال المسيرة بالمنظمة والعمل على دعم البرامج التنموية وتفعيل التعاون الاقتصادي للتصدي للبطالة التي تعتبر أهم المشاكل التي تواجه الدول العربية. وفاز المطيري بالمنصب بعد تنازل مرشحي مصر والعراق والمغرب ولبنان والأردن وفلسطين، ليصبح المطيري المرشح الوحيد ليفوز بالتصدي. قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع مستحقات الموظفين الحكوميين التي تراكمت على مدار الأشهر الأربعة الماضية بعد انتهاء أزمة احتجاز إسرائيل أموال الضرائب. ودفعت السلطة الفلسطينية جزءا من رواتب 160,000 موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري على مدار الأربعة أشهر الماضية. كانت إسرائيل قد احتجزت أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل عمولة 3% ردا على انضمام السلطة الفلسطينية إلى منظمات دولية منها المحكمة الجنائية الدولية. طالب صندوق النقد الدولي الجزائر بإعادة النظر في سياستها المالية، محذرا من الوقوع في أزمة مالية حادة، خاصة مع تراجع احتياطي الصرف خلال العام الحالي بعد الانهيار الذي شهدته أسعار النفط. وطالب الصندوق الجزائر اتباع سياسة التقشف بعدما كشفت الأرقام أنها أنفقت ما لا يقل عن 11 مليار دولار خلال شهر يناير وحده، مشيرا إلى أن الاحتياطي لن يكفيها سوى لمدة 15 شهرا. سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا يقدر ب1,730,000,000 دولار خلال الربع الأول من عام 2015 مقابل فائض قدر ب1,830,000,000 دولار خلال الفترة نفسها من عام 2014.
طالب وزير النفط الإيراني أعضاء منظمة أوبك الإعداد لزيادة إنتاج الخام الإيراني بعد رفع العقوبات الغربية عن بلاده. وتأمل إيران التي كانت في فترة ما ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية أن ترفع صادراتها من الخام بما يصل إلى 1,000,000 برميل يوميا إذا توصلت مع القوى العالمية الست إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج طهران النووي بحلول مهلة نهائية في 30 يونيو. وقلصت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة صادرات إيران النفطية بواقع النصف إلى أكثر بقليل من 1,000,000 برميل يوميا منذ عام 2012. وقعت الصين وباكستان 50 اتفاقا مبدئيا لتطوير مشاريع طاقة وبنى تحتية بقيمة 46 مليار دولار لإقامة ممر اقتصادي بين بكين والشرق الأوسط يشمل باكستان، وذلك خلال زيارة الرئيس الصيني لإسلام آباد. ويندرج الممر الاقتصادي ضمن خطة أكبر لتوسيع التجارة الصينية ونفوذها في آسيا الوسطى وجنوب غرب آسيا. بخطى واثقة يفرض التنين الصيني طموحاته الاقتصادية في آسيا وخارجها من خلال مشاريع عملاقة لإقامة روابط برية وبحرية مع أسواق في الشرق الأوسط وأوروبا. تجسد ذلك في زيارة الرئيس الصيني تشي جينغ بينغ لباكستان للإشراف على توقيع اتفاقيات تهدف لإقامة ما يطلق عليه المحور الاقتصادي الصين باكستان من ميناء جوادار المطل على بحر العرب جنوبي باكستان إلى منطقة تشينغ جانغ غربي الصين. الحليفان القادمان أطلقا خطة لإقامة مشروع الطاقة والبنية التحتية في باكستان بقيمة 46 مليار دولار في بلد تعاني من نقص في الطاقة يعرقل نموها الاقتصادي. الصداقة مع الصين تشكل حجر الزاوية في السياسة الخارجية لباكستان، فالممر الاقتصادي سيكون مفيدا لجميع مناطق البلاد التي ستتحول إلى مركز للاقتصاد الإقليمي. وقد وقع مسؤولون من الصين وباكستان نحو 50 اتفاقية مبدئية لإقامة هذا الممر الاقتصادي، فحين أكد الرئيس الصيني دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإسلام آباد. قدنا محادثات مثمرة للغاية ووقعنا اتفاقيات كثيرة. علينا أن نؤكد أن تعزيز العلاقات الباكستانية الصينية هو بمثابة إرث مشترك ومستقبل مشرق للبلدين. وقد تحسن التبادل التجاري بين إسلام آباد وبكين فعليا في السنوات الأخيرة متجاوزا 12 مليار دولار العام الماضي مقابل نحو 2,000,000,000 قبل عقد من الزمان. وكانت باكستان قد نقلت في 2013 إدارة ميناء جوادار في المياه العميقة في إقليم بلوشستان المضطرب إلى شركة عامة صينية. وبعد إصلاح للبنية التحتية سيكون هذا الميناء قادرا على تقليص المسافة التي يقطعها نفط الشرق الأوسط إلى غرب الصين آلاف الكيلومترات دون أن يمر بالهند. أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون آسيا داني راسل أن الولايات المتحدة واليابان أصبحتا قاب قوسين من التوصل لاتفاق حول معاهدة الشراكة عبر المحيط الهادئ. ويأتي هذا التصريح قبل أيام قليلة من الزيارة التاريخية التي سيقوم بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى واشنطن، حيث سيلتقي الرئيس باراك أوباما. وترمي اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ إلى إنشاء سوق تجارية حرة تضم 12 دولة، هي إضافة إلى الولايات المتحدة واليابان واستراليا وكندا والمكسيك وسنغافورة ونيوزيلندا وفيتنام وبروناي وماليزيا والبيرو وتشيلي. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت نشرتنا الاقتصادية التفصيلية. بقي تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. وزير التموين يؤكد توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة وأسعار مدعمة بالمجمعات الاستهلاكية خلال شهر رمضان. صندوق النقد الدولي يطالب الجزائر بالتقشف ومراجعة سياستها المالية. والميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 1,730,000,000 دولار في الثلث الأول.
بكين وإسلام أباد تدشنان مشروعات في باكستان بقيمة 46 مليار دولار تهدف لإيجاد ممر اقتصادي يربط بكين بالشرق الأوسط. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت نشرتنا الاقتصادية، إلى اللقاء.